الأسبوع الخامس واستمرار معاناة الأبناء الأوفياء لناديهم جماهير الفيصلي في مواجهة الذات وجلده قبل لقاء البقعة. حرارة وغيرة وحضور على مضض وصبر أيوب هي حكاية هذه الجماهير التي لم يتبقى لديها إلا إعلان واضح وهو الخروج عن النص أمام عدسات الكاميرا بدون تردد. الجماهير الفيصلاوية تحملت كثيرا ما يجري لزعيم الكرة الأردنية الذي يتعرض لوعكة صحية وتعارك بعد المواجهة السلبية أمام البقعة. المباراة لم يقطف الفيصلي والبقعة ثمارها لتبقى التهديدات المتبادلة حاضرة ومسيطرة على أجواء اللقاء. الفيصلي بما يمتلك حاول اختراق البقعة والتسجيل في العديد من المحاولات اليائسة أمام حضور مميز لحارس مرمى البقعة أنس بني طريف الذي صعب الأمور على نجوم الفيصلي. الشوط الثاني استمر مسلسل إهدار الفرص وغمز المناطق البقعوية من أبناء الفيصلي الذين لم يجتهدوا جيدا للتسجيل، لينطلق البقعة ويتقدم للمناطق الأمامية للفيصلي الذي كان قاب قوسين أو أدنى سيتعرض لهدف من شدة ضغط البقعة لولا إبداع وجدارة الأسمر بني عطية الذي تصدى للعديد من الهجمات البقعوية، لتبقى النتيجة السلبية مسيطرة على أحداث اللقاء. ليتقاسم الفيصلي والبقعة نقاط التعادل السلبي غير المرضي للفيصلي وجماهيره والذي كان مرحبا به من الطرف الآخر. انت بتلعب الفيصلي، فريق عريق، فريق له تاريخ، فريق بطولاته بتتكلم عنه، في الاول والاخر الجمهور بتاعه حتى مش راضي على البونت، يبقى احنا بنعتبر ان البونت بالنسبه لنا من قدام الفيصلي مكسب اكيد باذن الله. يعني الشباب ما قصروا، والفيصلي فريق كبير، يعني اللي باخذ منه نقطه او ثلاثه هو فايز، والحمد لله رب العالمين. يعني الشباب توفقوا وربنا وفقنا كلنا، يعني مش انا بس. ربما هو حق مشروع الاعتراض على مستوى الفريق الفني، لكن ان يمس اللاعب بشتائم لا تبت للأخلاق ولا للروح الرياضية بصلة، هذا لا يجوز. وهنا نقف عاجزين عن وصف ما حدث، وخصوصا بأن الحديث عن ناد يعتبر من أعرق وأرقى الأندية في العالم، وإن ما حدث في هذا المشهد أقل ما نتحدث عنه بأنه والله مؤلم. بمشهد مؤلم هكذا ينتهي هذا اللقاء الفيصلي والبقعة، وسيد الموقف هو التعادل السلبي، ولكن هذا هو موقف جماهير الفيصلي الحريصة على الزعيم، زعيم الكرة الأردنية، والتي تغار على هذا المستوى المتواضع الذي يقدمه الفيصلي من مباراة ومن جولة إلى جولة أخرى. يوسف البستنجي، رؤيا.